لسه مكملين مع الباشمهندس عادل القيعي، لكن زي ما احنا معانا واحد من اساطير النادي الاهلي واللي كان شاهد على كتير جدا من العصور الذهبيه، هنروح ايضا لتقرير مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي لعب وكان ليه اكيد الشرف الفخر ان هو يرتدي قميص النادي الاهلي عشان يحكي لنا اكتر واكتر عن حكايه تيشرت النادي الاهلي، الكابتن شريف عبد المنعم. في التقرير التالي نرجع نكمل مع حضراتكم. لما بتجي لك الفرصة وتلعب في النادي الأهلي وتبقى من الناس اللي هي محظوظة وتلبس تيشيرت النادي الأهلي، تيشيرت النادي الأهلي ده أول ما بتلبسه وتمشي في الممر وتطلع تقابل جماهير النادي الأهلي في الملعب بتبقى 150 حصان. تيشيرت النادي الأهلي ده مسؤولية كبيرة جدا، تيشيرت النادي الأهلي ده حاجة بتحس إنك أنت مثير ممتع، انت نفسك وانت في الملعب ولابس التيشيرت الدنيا كلها بتصورك، الدنيا كلها حواليك. فتيشيرت النادي الاهلي ده غالي جدا واغلى ما فيه جماهيره العظيمه اللي كل لعبه بلعبها وانا لابس تيشيرت النادي الاهلي احس برد الفعل، ها اجيب جول حلو، اطير، ببقى خايف على التيشيرت وانا بلعب احسن يحصل له اي خطوش اي تراب اي حاجه. تيشيرت النادي الاهلي ده عظيم قوي، خلانا الحقيقه عند الناس كلنا. فتيشيرت النادي الاهلي ده كل من واحد يعني ربنا انعم عليه بهذه نعمه الاهلي والتيشيرت بتاع النادي الاهلي، اعتقد انها نعمه كبيره قوي احنا حسينا بيها وحسينا واحنا بنرتدي التيشيرت من اول ما عم حنبله كان بيديهولي او سالم او اي حد او رجب ويقول لي انزل هتنزل الملعب كله، احس ان فعلا انا طاير في السماء والدنيا كلها بتصورني. وده فتيشيرت النادي الاهلي ده مهما هتكلم عنه حكايه كبيره قوي. محمد عامر بعرض الملعب ومصطفى عبده اللي بيطلع من عرضها اول فرصه سنحت لي كانت حوالي سنه 76، نادوا عليا من الناشئين، كان الله يرحمه مستر كوتي وكابتن فؤاد شعبان وكابتن عزت تبروس ربنا يديله الصحه، وقال لي انت هتلعب بكره مع النادي الاهلي هاف تايم، تاني هاف تايم قدام فرقه افريقيه اسمها هورس الصومالي. لما رحت نزلت الملعب كان تيشيرت النادي الاهلي ايامها جميل قوي، كان ليه كول كده من هنا ودايره اورنج كده على الاحمر، وكمان كنا في الشتاء كمام طويله، ف وهما بيدوني التيشيرت وانا قاعد احتياطي اللي هلعب بيه بقى الماتش الجاي ما لبستوش، فضلت باصص له كده ومش عارف انا هعمل ايه بكره او هعمل ايه النهارده او هعمل ايه كمان 10 دقايق او كمان ساعه. فاول ما لبست تيشيرت النادي الاهلي كان شكل عليا كده يعني ايامها لا كان في بقى موبايلات ولا كان في تصوير ولا اي حاجه، انما كان وشي سعد عليا ومش هنساه دايما، هو تيشيرت النادي الاهلي ابو كل مدور كده، كان كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب بقى ياما كابتن مصطفى عبده والكباتن كلها كابتن صفت، وكان ليا الحظ ان انا البس التيشيرت ده وخلاص بعد ما لبست التيشيرت ده عرفت قيمه التيشيرت ده. اشمعنه واتلعبت باليمين وبيمسك عليها طبعا اصعب لحظه في حياتك لما بتلبس تيشيرت النادي الاهلي لاخر مره، لان انا دلوقتي ما بغيرهاش خالص ممكن انام بيها كمان. كان ماتش اعتزالي طبعا او اعتزال اي نجم بتبقى اللحظه الرسميه ليه ان هو بيودع تيشيرت النادي الاهلي. ان كان جماهير كلها بتبقى بتنده عليه انما فعلا اول ما بتخرج من اللعب الرسمي او الانتماء للنادي الاهلي وتاخد تيشيرت النادي الاهلي اللي انت لابسه بما فيه وتهديه للناس وتديه لهم زي ما تكون انت زي كابتن محمود الخطيب ما عمل مع وليد صلاح كده، قلع التيشيرت بتاعه واداه له وكانت الثمره وليد صلاح الدين. فهي اجيال بتسلم اجيال بتسلم اجيال، انما زي ما قلت لكم نعمه على اي انسان ان هو في يوم من الايام لبس تيشيرت النادي الاهلي.